استاذ رمزي هنا؟ لا والله استاذ رمزي ما جاش. طب استاذ يحيى؟ ولا استاذ يحيى. تحب تقول حضرتك تشرب حاجه؟ اه تشربي ايه؟ ممكن عصير برتقال. عصير برتقال وانا اخد قهوه. ماشي شكرا. ميرسي. كنت عايزني في ايه؟ حسيت انك ممكن تكوني شايفاني شمتان فيكي. انا ما عملش كده يا اروى، انا ما شمتش فيكي. وعلى فكره لو كنا اتخطبنا او كنا حتى اتجوزنا الحقير ده كان برضه هيعمل كده. اكتر حاجه عجباني هدوءك يا علي. بعدنا عن بعض فادني وعلمني. تقالي انت شايف انا بتعامل مع الموضوع ازاي صح؟ وانا مش هسيبه، ولا انا ولا طاهر ولا مراد، انت اخواتنا. لا احنا مش اخوات يا علي، انا مش شايفاك اخويا، مش قادره ابعد عنك. كفايه. انا مسافر اخر الشهر. فين؟ دبي، عندي شغل هناك برضو. ده احسن ليا وليكي، انا مش قادر افضل شايفك قدامي واحنا كده. احنا ممكن ما نبقاش كده، ممكن نرجع. مش هعرف يا روح، انت هتفضلي في حياتي حلم، واحيانا الحلم بيكون احلى من الحقيقه. حاجات كتير فرحتها بتروح لما بنملكها، وانا لما حاولت املكك بوظت كل حاجه. انا راضيه باي حاجه، اي حاجه، المهم نكون مع بعض.